لم يمر زلزال من هنا، ولم تتعرض هذه البقعة لكارثة طبيعية لتتلقى تعاطفاً أو مساعدة لإعادة الإعمار. هنا غزة، حيث تصب طائرات الاحتلال حمم قذائفها على رؤوس المدنيين وأحيائهم السكنية في خطوة لا يمكن تفسيرها سوى بالحقد والانتقام ممن لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في أرض أراد الصهاينة احتلالها بتواطؤ دولي. يعني من الساعة 8 مساء تم قصف أبراج مدينة الزهراء بويتل والآخر، وطلبوا من الأهالي بالالتجاء إلى جامعة فلسطين، وبعد أن إخلاء هذه المكان تم قصف الأبراج برج تلو البرج. وهذه مدينة الزهراء كانت مدينة الزهراء وليس مدينة الزهراء الآن، الآن هي مدينة أشباح. أكثر من 100,000 مدني كانوا يعيشون هنا في مدينة الزهراء أصبحوا اليوم بلا مأوى بعدما أحالت قوات الاحتلال بيوتهم إلى خراب. أما الإحصاءات الرسمية فتؤكد أن الاحتلال دمر نحو 12,000 وحدة سكنية بشكل كامل ونحو 130,000 وحدة سكنية بشكل جزئي حتى لحظة إعداد التقرير. كل شباب اللي معاي طلعنا كل المدينة وطلعنا كل اللي في المدارس وكل اللي بتضرروا حوالين الأبراج كلهم نزحناهم بسياراتهم ووديناهم وين؟ وديناهم عند جامعة فلسطين وأمنا عليهم. كم عددهم تقريباً؟ يمكن حوالي 100,000 واحد، يعني عدد لا يعني لو لا سمح الله ما تبلغوش يمكن لارتكب الاحتلال مجزرة كبيرة كبيرة في مدينة الزهرة. لا معالم عسكرية هنا ولا مقر لفصائل المقاومة، ولم يتم تسجيل إطلاق أي صاروخ من هذه المدينة أو قربها يؤكد السكان، ويضيفون أنها كانت جزءاً من المنطقة الآمنة التي طلب الاحتلال من سكان شمال غزة النزوح إليها. أنا ساكن في هاي البرج وذهب خطيبتي وعفش الغراض كله في قلب البرج راح المال معوض، احنا بدنا سلامة الجميع. ايش بتساوي انت؟ عندك امل تلاقي اشي الان؟ عندي امل ان الاقي كل تعبي اللي حوشته وكل شقاي اللي حوشته وبعوض الله. مراقبون لم يجدوا تفسيرا لاستهداف المدنيين وتهجيرهم وهدم مساكنهم سوى العقاب الجماعي وخلق معاناة لا تنتهي لاكثر من 2,000,000 فلسطيني في قطاع غزة، وسط صمت عربي مطبق وتواطؤ دولي غير مسبوق.